Hello! Today, inshallah, I'm gonna tackle for you idioms very common in Arabic. And I think all of you want to know how to use it in English. ازاي اقول بالانجليش دي حاجة بتجري في عيلتنا. دي وراثة في عيلتنا يا عم الحاج. هقولها ازاي بالانجليش. هقولها ازاي بالانجليش يعني الإيديمز قلنا من اهم الحاجات اللي بتنمي الحصيلة اللغوية عندك. So, know how to use idioms in English and how to say it in English. How to use it in English. هقول ازاي دي حاجة بتجري في عيلتنا. عايز اقول بس يا عم الحاج ده الذكاء ده وراثة في عيلتنا. هقوله ازاي الإيديم ده في الانجليش بنقوله ازاي runs in my family. Runs in my family. Runs in my family. لو بقى يعني translated literally هنلاقي ان runs in my family بتجري في عيلتي. دي حاجة بتجري في عيلتي. لو ترجمتها ترجمة حرفية هتديني نفس المينينج. الإيديم ده بالذات لو ترجمته ترجمة حرفية هتديني نفس المينينج. يبقى ازاي حاجة بتجري في عيلتنا او حاجة وراثة في عيلتنا. هقول مثلا smartness runs in my family. beauty الجمال runs in my family. ماما جميلة, جده جميل, سته جميلة, كله جميل. يبقى دي حاجة وراثة في عيلتنا, حاجة بتجري في عيلتنا. يعني عايزة اقول مثلا ان الحنية وراثة في عيلتنا. نقول kindness runs in my family. smartness ذكاء runs in my family. اي حاجة handsomeness الوسامة دي runs in my family. اي حاجة بقى شوف ايه runs in your family and say it in English. Thank you for watching this video. Bye.